حناكك يبعث لك قتلك شتمعتك مثل الطنبور. مرحبا. اهلين. مرحبا. هون بيت الاغباشي؟ ايه بلا. كرام خانم، في وحدة على الباب بدها اياكم. اهلين عيني. مين بتريدي؟ اول شيء انا اسمي سعاد، بس ناديلي سوسو. تشرفنا، بس والله ما عرفتك. لا تاخذيني، انا اللي بعتتني لعندك ست جاكلين. ولي هذا الصالون انسي سوسو. يا على قطاطك، لو ما قلت لك انضاط. وهي غرفة القعدة انسي سوسو. ايه ما شاء الله. وكان ايه اكبر من كراجات دوما. ايه تعي لكان، تعي لفرجيك الغرف. لا روحوا على شغلكم، انا بفرجيها اياهم. لا 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 تعذبي حالك كرام خانم، نحن بنورجيها اياهم. لا انتوا لا تعذبوا لي حالكم. تفضلي سعاد. سوسو قلت لي. اي بعت لك حمص انت وياه على هالنكته. شو بتضحك؟ بتضحك ما؟ لكان اسمعي هي شو ظريفه. قال صرصور طلع من المولينكس، قال يلعن ابوي اللي عاد يروح على مدينه الملاهي. بعت لك قلت لك على هالنكته شو حلوه. لكان اسمعي هي سوسو واعطيني رايك فيها. قال مره واحد كحتوت شعلت ببيته حريقه، قام بعمل مسكول للاطفائيه. يعني عمل له رنه وسكر. بقى يوم لو تكون مفكرني ما بعرف شو يعني مسكول. وحياتك عندي احلى موبايل. لساتك هون انت وياه شو عم تساووا؟ عم ندرس. ما تبلوا ان شاء الله. ومن ايمتى كنا بندرس بوقت القعده؟ يلا لشوف كل واحد على جامعته. انا ما عندي شيء. وانا كمان ما عندي شيء. ايه ماشي الحال، روح ادرسوا بمكتبه الجامعه. والله بيطق قلبي مكتبه الجامعه ناشفه، هون اسلالي بتونس فيكم وبتتونسوا فيه. شوف انت وياه من امبارحه متفقين وحاكين بالموضوع، يلا خلصوني من نخلص شغلنا بسرعه. ايه خليهم هون، والله عم نتسلى. تسلي بشغلك، تحرك انت وياه. لا طلع روح. وانت كمان يلا بقى.